السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا في قناة YTDZ لأهم أخبار الجزائر اليوم. اليوم متابعينا الكرام لدينا لكم أخبار في غاية القوة والأهمية. أنظار أوروبا الآن تتجه نحو الجزائر متابعينا للاستثمار فيها، وهذا يعني أرباح للجزائر أكثر وأكثر وبمشاريع بالمليارات من الدولارات كما تشاهدون متابعينا في هذا الخبر. أكبر شركة نفط وغاز في بريطانيا تدخل سوق الطاقة الجزائرية. الآن متابعينا يجب أن نركز في العنوان جيدا، يقول العنوان أكبر شركة نفط والغاز في بريطانيا، يعني هذه الأكبر والأكثر أهمية في بريطانيا تريد أن تستثمر في الجزائر. متابعينا الكرام خبر مفرح جدا لأن فيه عوائد وفوائد كبيرة جدا على الجزائر، وكما تكلمنا لكم متابعينا قبل أشهر كيف زودت إيطاليا من استثماراتها في الجزائر في مجال الطاقة، بعدها جاءت ألمانيا. الآن متابعينا نحن نتحدث عن بريطانيا كما تشاهدون. هؤلاء الدول الثلاث تعتبر أقوى دول في الحلف الأوروبي والاتحاد الأوروبي وتريد الاستثمار والتشارك مع الجزائر، يعني هذا يعطي لمحة على أن أوروبا الآن تعاني من أزمة طاقة عظمى وأن الجزائر سيكون لها اليد العليا وسيكون لها مستقبل كبير في مجال الطاقة والمحروقات. لذلك متابعينا ابقوا معنا لمعرفة التفاصيل حول هذا الخبر المهم جدا. أيضا لدينا لكم متابعينا الأعزاء في الأخبار مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل يعلن إسلامه متأثرا بالعادات والتقاليد الجزائرية. هناك فيديو متابعينا يوثق ويتم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، راح نشوفوه خوتي مع بعض لحظة نطق المدرب الفرنسي بالشهادة ودخوله الإسلام في أحد مساجد الجزائر. أيضا متابعينا الكرام وفي الأخبار هناك خبر وهناك إنجاز هام وفي غاية الأهمية تحققه الجزائر الآن. بورصة الجزائر تشهد انتعاشا كبيرا جدا بأضعاف وبنسبة 7%، وهذا الرقم ضخم جدا متابعينا في لغة الاقتصاد، وهذا بفضل السلطات الجزائرية لأنها غيرت من استراتيجيتها وأصبحت تدعم الاستثمار الخاص والمحلي الجزائري، مما أدى إلى ارتفاع أسهم بورصة الجزائر بشكل كبير. بعد قليل متابعينا سنعرف التفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. أيضا متابعينا سنشاهد مع بعض آخر الصور واللقطات التي تم التقاطها في الجزائر العاصمة اليوم في الحملة الواسعة من قبل السلطات والشعب الجزائري من أجل تنظيف العاصمة. الآن متابعينا الكرام نريد أن نرى مثل هذه المبادرات الجميلة والرائعة التي هي في مصلحة الجزائر، لأن نتيجة العاصمة ستبهركم متابعينا بجمالها وأناقتها والتي سأعرضها عليكم صورها بعد قليل. أيضا متابعينا هناك خبر عاجل بن غفير. هذا بن غفير متابعينا الكرام هو يقال عنه أنه يسير دولة الاحتلال خلف نتنياهو، يعني هو الرأس المدبر في الكيان، عمل حادث مروع وهو الآن في حالة صحية جد حرجة. راح نحاول خاوتي نعرض عليكم بعض الصور للحادث المروع الذي حدث لبن غفير، ولكن قد يتم حذف الفيديو بسبب المشاهد العنيفة. لذلك متابعينا أطلب منكم جميعا ترك الإعجاب من أجل دعم القناة، لأننا نتعرض إلى حملة تضييقات وتبليغات كبيرة على القناة. وأتمنى منكم متابعينا الكرام مشاهدة الفيديو حتى النهاية حتى لا تفوتكم أي معلومة مهمة. ومن دون إطالة متابعينا الأعزاء دعونا نبدأ في تفاصيل أخبارنا لهذا اليوم. في تفاصيل الأخبار لدينا متابعينا الكرام كما تشاهدون هناك صفحة قناة المعرفة تنشر هذا الخبر الرائع، ويقول الخبر رأس مال بورصة الجزائر يتضاعف بسبع مرات ليصل إلى ما قيمته 512 مليار دينار، أي بالدولار متابعينا يقدر ب 3.82 مليار دولار، بعدما كانت في حدود 71 مليار دينار أي 530 مليون دولار، وكان ذلك بعد دخول صندوق القرض الشعبي الوطني والذي يعتبر أحد أفضل المؤسسات البنكية الوطنية، وسمحت العملية بدخول 50,000 مستثمر بنسبة 80% خواص. يعني الجزائر الآن متابعين تشجع الاستثمارات الخاصة والمحلية بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع نسبة أرباح البورصة الجزائرية وأسهمها في السوق الدولية والعالمية. هذا متابعين فيما يخص بالاقتصاد الجزائري. المتابعين دعونا نشاهد الفيديو الذي يتم تداوله بشكل كبير على منصة التواصل الاجتماعي. فيديو حدث اليوم متابعين الكرام مدرب مولودية الجزائر متابعين باتريس بوميل ينطق الشهادتين ويدخل الإسلام في مسجد جنان مبروك بالحراش. اللهم أعز الإسلام والمسلمين كما ستشاهدون الآن متابعين من خلال هذا الفيديو. كلما استماحت الإسلام
الحمد لله رب العالمين، وأنا واحد من رعايا الفرنسيين الذي غير اسمه إلى اسم أمير، والحمد لله رب العالمين، وذلك بعد أن دخل في دين الله تبارك وتعالى، وهو الآن معنا وأعلن إسلامه في بعض المساجد أو في مسجد من المساجد، ولكن لما شاف هذا المسجد في بعض الصفحات وكانت عندنا لقاءات معه وتكلمنا عن دين الله عز وجل، أبى إلا أن يحضر معنا، أبى إلا أن يشارك المسلمين في هذا المسجد العظيم. ولو نقول لكم سبب الإسلام ديالو عجيب جدا، هي هذه الأحداث الأخيرة على غزة، لما شاف الناس شاف هذا الثبات صار يسأل عن دين الله عز وجل، والفضل يرجع هذا للمنافق الحاج الذي كان يعني دائما ما يناقشه في هذه المسائل حتى أعلن إسلامه ولله الحمد والمنة. فالمسلم لازم يفرح، هو المسلم لما يدخل في دين الله نفرح به، ويحزن إذا ذهب واحد من الكفار إلى لقاء الله عز وجل وعلى الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي، مرت عليه جنازة اليهودي فبكى، فتعجب الصحابة قالوا لماذا تبكي يا رسول الله؟ قال نفس أفلتت مني إلى النار. وكان لما يدخل واحد في الإسلام يفرح به الصحابة ويقروا به ويكبروا به وما إلى ذلك، فلذلك يعني نفرح به أنه صار واحدا منا ومن المسلمين، له ما لنا وعليه ما علينا ولله الحمد والمنة. السلام عليكم. وعليكم السلام. Je suis très heureux et honoré d'avoir partagé cette prière aujourd'hui avec vous. Et je suis honoré et très heureux de faire partie de l'islam et d'être avec vous aujourd'hui. Alhamdulillah. Merci beaucoup. أما في خبر آخر متابعينا، هناك يحدث في باريس وتحديدا في فرنسا مشاهد من العاصمة الفرنسية باريس لاحتجاجات الطلابية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. يعني لو تلاحظوا متابعين هناك تحركات كبيرة في جميع أنحاء العالم من قبل الطلبة، كما عرضنا لكم متابعين في الفيديوهات السابقة، كان هناك طلبة من الولايات المتحدة الأمريكية خرجوا بأعداد غفيرة ويطالبون بوقف فوري لإطلاق النار. الآن متابعين نشاهد أن الطلاب في فرنسا هم أيضا يقومون باحتجاجات كما ستشاهدون الآن في هذا الفيديو. هذه الصور إذن هي من باريس، هذه الصور من باريس قبل قليل تظهر حجم المظاهرات والاحتجاجات الجامعية والطلابية. أما في خبر آخر متابعين في الجزائر العاصمة، وأحدث الصور التي تم التقاطها اليوم متابعين في 26 أفريل 2024، العاصمة الجزائرية في الطريق نحو افتكاك مراتب متقدمة ضمن أنظف مدني حوض المتوسط، عملية تنظيف ورفع القمامة على مدار الساعة ليلا ونهارا. يعني الجزائر كما تشاهدون الآن متابعين تتوجه إلى الطريق الصحيح، وهناك تحسينات في مختلف المجالات متابعين، في مجال المحروقات والطاقة والاقتصاد وحتى في مجال النظافة متابعين. أما في خبر آخر متابعين، هناك خبر رياضي بالنسبة للجزائر في بطولة دريم نيشن كاب نيو جيرسي في 2024، المنتخب الجزائري للهوكي على الجليد يفوز على نظيره المكسيكي في أولى مبارياته في بطولة دريم نيشن كاب، والمقامة فعاليتها بمدينة نيو جيرسي الأمريكية بنتيجة 8-0. المتابعين بخصوص الخبر العاجل الذي حدث لبن غفير، وهو يقال عنه أنه الرأس المدبر للاحتلال في دولة الاحتلال متابعين، كما تشاهدون في هذه الصورة إصابة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير في حادث سير أثناء مغادرته مسرح عملية الطعن في الرملة. والآن متابعين الأعزاء دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر، وهو الخبر الأكثر أهمية لنهارنا لهذا اليوم، حيث تخطط أكبر شركة نفط وغاز في بريطانيا للتوسع بعملية التنقيب عن الهيدروكربونات في الجزائر، في خطوة من شأنها أن تؤمن جزءا من احتياجات أوروبا من الطلب على الطاقة، وفق بيانات أطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة ومقرها في واشنطن. استقبل وزير الطاقة والمنجم محمد عرقاب اليوم الأربعاء 24 أفريل 2024 الرئيسة التنفيذية لشركة هاربور إنرجي البريطانية ليندا كوك لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وناقش الجانبين متابعين فرص التعاون والاستثمار في مجال الطاقة وأفاق تطويرها،
لا سيما في مجال التنقيب عن النفط والغاز في الجزائر واستغلال وتطوير حقول الغاز مع سوناطراك. وأشار الطرفان إلى إمكانات التعاون وفرص الاستثمار الكبيرة في مجال الصناعات النفطية والغازية وخفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون وتقليل البصمة الكربونية. وأعربت كوك عن الاهتمام الكبير لهاربور إنرجي بقطاع الطاقة في الجزائر ورغبتها في تحديد مشروعات ملموسة في مجال النفط والغاز ووجودها بالجزائر في ظل تواجد مناخ استثماري ملائم. والآن متابعينا دعونا نستمع إلى كلمة مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة حيث يقول قرابة 15 مليون سوري مهددون بالموت بسبب انقطاع خدمات التغذية والصحة. سيدة الرئيسة، إذ ننخرط في المفاوضات حول إعلان الخاص بالأجيال القادمة وأجيال المستقبل، فمن الأهمية بمكان ألا نغفل أن القرارات التي نتخذها اليوم سوف تصوغ شكل مستقبل قادم الأجيال في سوريا. ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الأطفال في سوريا يتعرضون لأسوأ تبعات وآثار حالة طارئة غير مسبوقة وفائقة التعقيد، لا سيما أن 6,300,000 نسمة بحاجة إلى الحصول على خدمات الحماية، وثمة 1,000,000 طفل سوري آخر هم عرضة للتسرب من المدارس و حرمان من فرص التعليم، وأكثر من 500,000 طفل هم أيضا عرضة لعدم الحصول على اللقاحات والأمصال والمطاعم اللازمة، ونصف مليون آخر بحاجة وبشكل عاجل وماس لعلاجات منقذة للحياة جراء إصابتهم بسوء التغذية الحاد. هل سنتركهم فعلا يتخلفوا عن الركض؟